السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة صحتك في معلومة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سوف نعرض عليكم أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول الموز. نعم، لقد عرضنا عليكم الموز سابقا في فيديوهات سابقة، ولكن في كل مرة نأتي لكم بالجديد عن فوائد تناول الموز. فلا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس لكي يصلكم كل إشعارات القناة إن شاء الله. وإليكم في التقرير التالي أهم فوائد الموز. الموز، للموز الكثير من الفوائد الصحية، وسوف نتعرف على أبرزها في هذا الفيديو. الموز هو أحد النباتات الاستوائية المزهرة، وتنمو ثمار فاكهتها على شكل مجموعات في الجزئية العلوية من النبات، وسوف نوضح أبرزها في النقاط التالية. ومن الجدير بالذكر أن الموطن الأصلي للموز هو جنوب شرق آسيا، ولكنه يزرع حاليا في جميع أنحاء العالم، ويختلف في اللون والشكل والحجم. ويعد الموز أحد أكثر الفواكه شيوعا في العالم، من أشهر أنواعه الموز الأصفر والذي يكون لونه أخضر قبل نضوجه. العناصر الغذائية للموز: يعد الموز من أهم مصادر فيتامين جيم والبوتاسيوم، والذي يفيد صحة القلب ويقلل من ضغط الدم لمرضى الضغط وارتفاعه أيضا. وتحتوي الموز على ما يقارب 14% من الكمية الموصى بها من عنصر المنجنيز، وما يقارب 33% من الكمية الموصى بها، وتحتوي على ما يقارب 14% من الكمية الموصى بها عنصر المنجنيز، ما يقارب 33% من الكمية الموصى بتناولها يوميا من فيتامين B6. وتحتوي الخضروات والفواكه على أنواع مختلفة من المركبات النباتية النشطة بيولوجيا، إذ يحتوي على الناقل العصبي الدوبامين المهمة لبعض وظائف الدماغ، ويحتوي على مركبات الفلافونيد المضادة للأكسدة، ومن أبرزها مادة الكاتيشين التي ترتبط بالعديد من الفوائد الصحية، أهمها التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب. ومن أبرز الفوائد الصحية لتناول الموز أيضا التقليل من الإسهال. قد يقلل تناول الموز الأخضر المسلوق من الإسهال لدى الأطفال، كما أن إضافة رقاخ الموز إلى الغذاء السائل المقدم للمرضى الذين يستخدمون التغذية عن طريق الإنبوب قد يقلل من الإسهال لديهم. كما أن الموز قد يعوض البوتاسيوم والماء والكهريلا المفقودة عند الإصابة بالإسهال، ويشكل الموز جزءا من حمية يتم اتباعها لتخفيف حالات الإسهال والتي تسمى اختصارا. وتحتوي الحمية على الموز والأرز وصوص التفاح وخبز التوست. التخفيف من الصفير لدى الأطفال: قد يرتبط تناول الفواكه بالصفير المرتبط بالربو الذي يصاب به الأطفال، وأشارت دراسة نشرت في 2007 والتي أجريت على 2600 طفل من أطفال المدارس الابتدائية الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 10 سنوات، إلى أن زيادة استهلاك عصير التفاح وفاكهة الموز قد يقلل من الصفير لدى الأطفال، حيث إن تناول الأطفال للموز مرة واحدة على الأقل يوميا يقلل من الصفير، ولكن لا يخفف من حالات الربو، وذلك مقارنة بالأطفال الذين يتناولونه أقل من مرة واحدة في الشهر. الموز يحسن الهضم. ويساهم تناول الموز في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتنظيم وظائفه، وذلك لاحتوائه على الألياف والماء، إذ تحتوي موزة واحدة على ما يقارب 10% من الكمية الموصى بتناولها يوميا من الألياف، إذ تحتوي موزة واحدة على ما يقارب 10% من الكمية الموصى بتناولها يوميا من الألياف. وكما توصلت إحدى الدراسات التي نشرت في مجلة علمية أن تناول الأطعمة إلى جانب الموز بشكل متكرر قد يحسن أعراض المصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية، تقليل خطر الإصابة بالسرطانات. الدراسات التي أكدت أن تأثير الموز ملاحظ في تقليل خطر الإصابة بالسرطان ما زالت أولية وغير كافية. تقليل خطر الإصابة بسرطان الدم: وأكدت دراسات أن هناك علاقة بين تناول الموز بسرطان الدم، وتبين احتواء الموز على نوع معين من البروتينات الذي يدعى الليكتين، وقد يساعد في التقليل من نمو خلايا السرطان والدم، وذلك بسبب خصائصه المضادة للأكسدة، حيث إن مضادات الأكسدة تساعد على تخليص الجسم من الجذور الحرة، والتي قد تؤدي زيادتها في الجسم إلى زيادة خطر حدوث ضرر في الخلايا وتكوين السرطانات. كما أظهرت دراسة نشرت في عام 2004 أن الاستهلاك المنتظم لعصير البرتقال والموز خلال أو سنتين
أن الاستهلاك المنتظم لعصير البرتقال والموز خلال سنة أو سنتين من عمر مجموعة من الأطفال قد يساهم في خفض أخطر الإصابة بالسرطان خاصة الدم في مرحلة الطفولة، وقد يعزى ذلك إلى محتوى هذه الفاكهة من البوتاسيوم وفيتامين جيم تقليل مستوى الكوليسترول. كما يعمل اللوز في علاج العديد من الحالات الأخرى كتقليل مستويات الكوليسترول في الدم والتقليل من أعراض الحمى وكذلك تخفيف السعال أيضا، بجانب تقليل آلام المفاصل وتحسين تدفق الدم في الجسم. وفي نهاية هذا الفيديو، لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبيا ويجب عليكم استشارة الطبيب، وهذا لاستخدام أكثر أمان وخصوصا للمرأة الحامل والذين يواظبون على تناول الأدوية لكي لا يتعارض تناول الموز مع تناول أي دواء آخر. لقد عرضنا عليكم مجموعة من أهم الفوائد الصحية المذهلة لتناول الموز، فإن أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل الإشعارات إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.